السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب، السكشن النهارده او الفيديو النهارده هنتكلم فيه على الفروقات العمليه ما بين البروشنال دي بي والداتا وير هاوس والاو دي اس والداتا ماين. هاخد اكزامبل لكل حاجه، اوكي؟ بس بشكل عملي. طيب تعالوا نتخيل عندنا تيليكومينيكيشن كومباني اسمها اكس تك، اكس تيليكومينيكيشن يعني، اوكي؟ طيب تعالوا نتخيل ان عندنا الشركه دي عندها سيستم سي ار ام سيستم وكاستمر ريليشن شيب مانجمنت سيستم، اوكي، وعنده داتا وعنده باك اند. ماشي، الباك اند ده بيستخدم حاجه اسمها اوبريشنال دي بي، اوكي. طيب السي ار ام ده بيعمل ايه؟ تعالى ناخد اكزامبلز. هو مثلا دلوقتي بيهندل اكتيفيتي ما بين الكاستمر والشركه، زي مثلا الراجل بيشتري خط، يبيع خط، بيتشنج البلان بتاعته، بيعمل اي اكتيفيتي ثانيه. ماشي، طيب ايه تاني اللي بيعملوه؟ ان ما استعملنا ان الداتابيس دي هي باك، الباك اند دي اسمها ماي سيكوال، في داتابيس اسمها ماي سيكوال، دي باك اند مثلا. طيب السي ار ام سيستم ده ايه المعلومه اللي بناخدها منه؟ بيبقى السيلز بتاعته، الكاستمر اكتيفيتيز، كل حاجه ليها علاقه بالكاستمر من وجهه نظر ايه؟ السي ار ام بس. يعني الداتابيس دي لو جينا اخدناها ناخد منها معلومات، هناخد منها معلومات ايه؟ اي حاجه علاقه بالكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. لكن هل هناخد منها مثلا معلومه ليها علاقه بالنتورك، ليها علاقه بالكاستمر لوكيشن؟ لا. ليه؟ لان الكاستمر لوكيشن مثلا ليها علاقه بالايه؟ بالسيلز والطور، دي حاجه اسمها السيجنالينج داتا، فدي حاجه مختلفه تماما على الداتا بيز دي بتشيله. طيب اوكي، ايه تاني؟ طيب لما بنيجي ناخد اللي بياخد ديسيشن في الكيس دي، يعني تعالى نتخيل ان المانجمنت بتاع السي ار ام بيجي ياخد ديسيشن، بياخد ديسيشن بيزد على ايه؟ بيزد على الداتا بيز انفورميشن. يعني بياخد مثلا يقول انا عايز اعمل بلان جديده، هو بياخد بلان بيزد على الكاستمر انفورميشن والانتر اكشنز بتاعت الكاستمر. لكن هل بياخد معلومات مثلا بيزد على الكاستمر لوكيشنز؟ لا. هل بياخد معلومات مثلا بيزد على البيمنت، طريقه البيمنت الكاستمر بيعملها؟ تقول لي دي تفرق، ممكن في بعض الشركات الراجل ده بيدفع كاش ولا بيدفع بالفيزا، ونوع الفيزا بيستخدمها ايه، كل الكلمات دي ساعات بتاخد ديسيشن. بس بتكلم على الناس اللي بتاخد ديسيشن، هي بتاخد ديسيشن بيزد على ايه؟ بيزد على الكاستمر انتر اكشن داتا بيز اللي هي ليها علاقه بالسي ار ام. طيب الداتا وير هاوس بقى، ايه هي الداتا وير هاوس او ليه احنا محتاجين داتا وير هاوس؟ طبعا تخيل ان الشركه عندها اكتر من سيستم، عندها بيلنج، عندها تشارجنج، عندها سيجنالنج، طيب عندها سي ار ام ده جزء من السيستم. طيب ايه اللي بيحصل في الكيس دي؟ الشركه دي عايزه تاخد انفورميشن او تطلع معلومه، المعلومه دي عايزه تكونكت السي ار ام مع البيلنج مع السيجنالينج في وان سورس. تعال ناخد اكزامبل، السي ار ام ده هيديك ايه مثلا؟ الكاستمر انفورميشن، طيب اللي هي اسمه وعنوانه والكلام ده، البيلنج بيانات الفاتوره بتاعته والكلام ده، والسيجنالينج ممكن تديك اللوكيشن. طب انا عايز بقى معلوم، عايز ريبورت يتجمع التلاته مع بعض، هل ينفع ازاي هطلعهم من وان داتابيز؟ ما ينفعش. فكده بقى عندي نيد ان انا ابني داتا بيس ثانيه او داتا وير هاوس بقى هنا بتجمع كل المعلومات دي. فهنا بيبقى عندنا بنبدا المرحله ان احنا انجست او ترانسفير. خلينا نقول ترانسفير دلوقتي عشان انجست الكلمه تحس ان هي كلكعه كده، بس هي اسمها انجست، بنجست الداتا من كل سورس سيستم نحطها في ايه؟ وان سنجل داتا بيس. ايه تاني؟ الديسيشن اللي بيحصل على الداتا وير هاوس هنا بيبقى ايه؟ بيبقى جلوبال واستراتيجيك ديسيشن، مش بيبقى بيزد على البرودكت. يعني هي باخد ديسيشن بيزد على كاستمر لوكيشن والبيمنت ايه تاني؟ كاستمر لوكيشن والبيلنج بتاعته ومعلومات تانية كتير. يعني انا مش باخد ديسيشن بيزد على وان سورس سيستم، لا، هنا اكتر من سورس سيستم. والديسيشن هنا بيكون ليه علاقه بايه؟ بكل حاجه. يعني بقول مثلا انا مثلا بما ان الناس اللي ساكنين في المنطقه دي بيشحنوا او بيشتروا خط معين، فانا هاخد ديسيشن واعمل لهم بروموشن بيزد على المنطقه بتاعتهم. او الناس اللي بتشتري مثلا او اللي عندهم ديبت كارد معينه مثلا، فانا هديهم بروموشن معين. كده باخد ديسيشن اكتر من ديسيشن ليفل بتاع السيستم. طيب ايه تاني؟ لو الشركه عايزه تبني ماشين ليرنينج الجوريزم، ماشين ليرنينج مثلا تعالى نتخيل ان هو عايز يبريدكت مثلا التشيرن ان الراجل ده هيسيب شركه التليكوم دي ويروح شركه تانية. اللي بيحصل ايه بقى عشان باختصار؟ ان الراجل عشان يبني الموديل ده بيحتاج اكتر من معلومه. نفترض عايز اللوكيشنز، عايز البيلنج انفورميشن، عايز الكومبلينز. تعالى نتخيل ان في سيستم تاني اسمه سيستم كومبلينز، فعايز ياخد سيستم كومبلينز، عايز ياخد حوالي 100 معلومه. ال 100 معلومه دول فين؟ مش موجودين مش هيقعد يلف بقى كل واحد في الماشين ليرننج تيم يقعد يلف على كل داتابيز ياخدها لوحدها ويجمعهم، لا، هو بيروح لسنترلايز داتا وير هاوس ياخد منها كل المعلومه دي. فدي وان اوف يوز كيس امبورتنت جدا، مش بس ريبورتنج، هنا ماشين ليرننج. حلو؟ طيب ايه تاني؟
الداتا وير هاوس اللي هنا بنقول ايه، هي الفول بيكتشر، بتديك الفول بيكتشر خالص. لما عاوز اخد فول بيكتشر عن الاورجانيزيشن او الديسيشن محتاج داتا وير هاوس. بس هل ده يعني بقى، ودي نقطه مهمه جدا، نقفل الاوبريشن دي ما همش لازمه؟ هي دي المشكله، ان الناس يا اما حد يقول لك تعالى نقفل مش محتاجين اوبريشن، او حد يقول لك لا مش محتاجين داتا وير هاوس. هي دي الفكره، احنا محتاجين الاثنين. طيب في معلومه كده صغيره هنا مش هنخش في تفاصيل فيها، هي ليها علاقه بان مثلا على سبيل المثال ماي سيكوال، في ناس دلوقتي بتستخدم ماي سيكوال از داتا وير هاوس، وانا قلت ماي سيكوال من شويه از اوبريشنال دي بي، فهل ده معناها ماي سيكوال ما ينفعش تستخدم از داتا وير هاوس؟ احنا بنقول ممكن، عشان معلومه ما تحسوش ان احنا بنقول كلام عكس بعضه. وفي ناس فيسبوك بيستخدموا ماي سيكوال از داتا وير هاوس وسكيلد وديستريبيوتد وقصه كام ثانيه، بس انا بقول ان جنرال ماي سيكوال مثلا بتستخدم از باك اند فور اوبريشنال دي بي مش داتا وير هاوس. بس ممكن بعض الحاجات تحصل كده، زي اوراكل ممكن تستخدم از اوبريشنال دي بي، ممكن تستخدم از داتا وير هاوس. ماشي، طيب نخش بقى دلوقتي، احنا اتكلمنا على الاوبريشنال دي بي، اتكلمنا على الداتا وير هاوس ان جنرال اللي هي الانتربرايز داتا وير هاوس. طب الاو دي اس دي مرحله ثانيه، طب ليه عايزين او دي اس؟ ناخد الاكزامبل بتاعنا، وامتى هيفيد في الاورجانيزيشن بتاعتنا؟ تعالى نتخيل ان الشركه بتاعتنا بتاعت التليكوم عندها كول سنتر، الكول سنتر ده بيجي له شويه كل شويه كومبلينز، او بيجي له كاستمر انفورميشن دلوقتي او انكويريز، عايز يعرف معلومه. المعلومه دي لازم ايه اللي يحصل فيه؟ لازم المعلومه دي تكون ايه، اب تو ديت. يعني مثلا الكاستمر بيتكلم بيقول يا جماعه انا شحنت وما عنديش رصيد، او يا جماعه انا شحنت والدقائق الموجوده عكس اللي المفروض اخدها. الايجنت اللي قاعد على الكول سنتر هنا عايز ايه؟ عايز ان الداتا بيز اللي قصاده او الريبورت اللي قصاده تكون ابديت ان ريل تايم. الكلام ده يحصل امتى؟ لو انا عندي او دي اس. اللي بيحصل ايه فعليا بقى في الاو دي اس هنا؟ عشان اتخيل القصه، ان يبقى عندي مثلا بيلنج، تعالى نتخيل مثلا عندي بيلنج وتشارجنج سيستم وسي ار ام سيستم. اي تشنج في الثلاثه دول، تعالى نتخيل ان في حد كده لسنر بيسموه في كونسيبت اسمه تشنج داتا كابتشر سي دي سي، بس انا مش عايز اخش في الحته دلوقتي، بس اسمه سي دي سي، بيقعد يلسن على التشنجز. اي تشنج يحصل في الداتا، اي داتا بيس دي بياخدها بينجستها، ساعات بيحصل سمبل ترانسفورميشن ويحصل لها ابديت في الداتا بيس دي. طيب فاحنا كده الاو دي اس هنا بيابديت ان ريل تايم بيزد على اي تشنج في الداتا بيس الرئيسيه، فكده الايجنت ده عنده صوره حصريه لاي حاجه بتحصل عشان يدي للراجل معلومه صحيحه. طب تعالى نتخيل ايه الكيس ان يحصل ديلي، الراجل ده دلوقتي بيتصل بيقول يا جماعه انا كلمت وما حصلش، وقال لي مفيش رصيد، والداتا بيز مش ابديت ان ريل تايم، فاللي بيحصل ايه؟ يجي يقول تصدق انت فعلا صح ومعلش، وفعلا في حاجه غلط في السيستم. هو ممكن مثلا يكون الراجل ده فتح الداتا سحب منه باكج وحصل حاجه زي كده، فساعتها الايجنت مش عارف يدي معلومه صحيحه. طيب ايه تاني؟ ايه التشالنج عشان تبني الاو دي اس برضه؟ دي نقطه برضه علاقه باليوز كيس. اولا انك تحدد ان احيانا انت محتاج شويه انفورميشن معينين من ديفرنت سورس سيستم، فانت محتاج تحدد الكلام ده، مش هينفع تاخد كل حاجه. حاجة تانية، انت محتاج تتشنج تتراك التشنجز او الابديت في الداتا بيس. تخيل مثلا في واحد كان عنده عنوان في مكان معين وابديت العنوان بتاعه، محتاج المعلومه دي نفترض. طيب حاجه تانية، في بعض الكيسز هم ما بيحتاجوش المعلومه ترانزاكشن، ساعات بيحتاجوه اجريجيتد. ساعات بيقول لك انا بقى انا عايز الراجل ده مش بس ابديت الكاونت بتاع الكوز، انا عايز تجمع مثلا في كولوم تاني الراجل ده اتكلم قد ايه اخر 10 ايام، فكل كل نيو كول بيزود على الكاونتر ده، فاجريجيتد ان ريل تايم. طيب ايه تاني؟ المعلومه اللي كنت بقول لكم عليها، ان الاو دي اس هو قايم على كونسبت اللي هو اسمه تشينج داتا كابتشر سي دي سي، وعشان بشكل عام الاو دي اس ده بيبقى قايم على ابروتش ان انت دايما بتتماين اي تشينج في الداتا بيز، وده بقى فيه وده كونسبت مختلف وهنتكلم عليه بعدين نيجي نتكلم على الاستريمنج بروسيسنج. بس بشكل عام تعرف ان في حاجه اسمها سي دي سي، سي دي سي مين اللي بتعمل عشان الاستريمنج داتا بيز، الاستريمنج يوز كيسز. برضه الاو دي اس زي ما قلنا يوز كيس بتستخدم عشان الريال تايم اجريجيشن، عشان سبورت الاونلاين سيستم. ودي اخر حته كده، احنا كده اتكلمنا على الاو دي اس، اتكلمنا على الداتا وير هاوس، اتكلمنا على الاوبريشن دي بي. بنكون هنا وصلنا لاخر حته في الفيديو بتاعنا، ونكون شرحنا اليوز كيسز. برضه حاجه احنا ما اديناش اكزامبل عليها بس احنا قلناها قبل كده، الداتا مارت، قلنا مثلا ممكن يكون عندنا سيلز او ماركتنج تيم، الماركتنج تيم ده مثلا عايز معلومات عن الماركتنج بس وذ ديفرنت برسبكتيف، ساعتها بيعملوا له ديفرنت سكيما بتبقى اجريجيتد بيزد على المعلومات اللي هو عايزها، بس احنا ما قلناهاش نوت عشان هي قلناها اوريدي قبل كده. فكده اخدنا كل المعلومات بتاعتنا المسؤوليه اللي علاقه بالسيستم والديفرنس بينهم ايه ويوز كيس ابلايد عليها. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على
الداتا هاوس كاركترستكس واشوفكم في خير ان شاء الله. السلام عليكم.